السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد، كش جديد، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان، قبل ما نبلش المقطع بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا مش حاطط لايك حط لنا لايك، مش راح تخسر إشي. وإذا مش مشترك بالقناة برضو اشترك، يا ريت تدعمنا بالاشتراك. طبعا يا أخوان، اليوم موضوعنا كالتالي. اليوم موضوعنا الحمام الجديدة وجواز الزق. جواز الزق الخمسة اللي انا صورت لكم في حلقة سابقة، طبعا يا اخوان انا كنت حاطهم زي ما شايفين بالجنون هاي. طبعا يا اخوان شايفين الجو بارد، يعني انا لما حطيتهم بالجنون هون الجواز الحديد، الجنون الحديد طبيعته بارد ببرد مع الجو، والجواز نفسها بردت وصار معها اسهال وعلى وشك انها تتعب. فانا لميت كل الجواز وحطيتهم بالخشة هاي، تمام يا اخوان، لانه انا ما بدي استعجل على الانتاج، لانه الانتاج بالبرد على الفاضي. يعني معروف اذا ما كان عندك غرفه مدفيه وغرفه كويسه للانتاج ما بينفع تعمل انتاج على السطح، لانه عندنا المنطقه جدا عاليه ومضرب هواء يعني قوي جدا، فيعني الجواز راح تتعب. فانا يا اخوان حطيتهم هون، وحطيت برضه الشغله الثانيه الحمام الجديده اللي شريناها، الست حمامات، المسود مكابي اليهودي، الشخشلي الاصفر، البالونيين الاثنين، الستة حطيتهم برضو معاهم، لانه هاي الخشة ادفى ومسكرة زي ما شايفين، ويا محكم اغلاقها لا فيها هواء ولا بفوتها مطر. طبعا اليوم الجو بارد، اليوم ان شاء الله يا اخوان راح اطلع لكم الحمام الجديدة وراح اكشها. طبعا انا شفتوا بالفيديوهات اللي قبل كنت مطلعها مشكولة وكانت تلعب على الارض وتطارد ورا الطواير وامورها تمام. بعديها انا فكيت اشكالها وخليتها تتنشر على الارض وخليتها تتنشر على الرفصة، بس فقط لا غير، يعني انا ما كشيتها بتاتا. اليوم ان شاء الله راح اطلعها مع الحمام هون، وراح يعني الف فيها راس راسين ثلاث واحطط فيها، وان شاء الله انه الكل يحط. يعني انا اليوم صور الفيديو وخايف انه لا قدر الله اشي ما يحط، لانه الحمامات ماضيات ومخهم جامد. طبعا هي عبيدة هون معي على السطح، برضه عبيدة بردان شوية، حاطط ايه بجياب والحمامات برد. انا مش متحمل البرد، فما بالك الجواز والفراخ. فيا اخوان ان شاء الله لقدام، يعني انا ما بدي استعجل على الجواز عشان يطلع الانتاج ان شاء الله كويس. هسه حفرجيهم اياهم، فالجواز راح نرجع نجمعها ونجيب كمان جواز فوقيها. هسه يا اخوان راح افرجيكم هون الجواز لما حطيتها، والحمام الجديد راح اطلعها قدامكم. خليكم وما انا شايف. طلعوا يا اخوان هي الحمام، حتى المزهور شايفين الاصفر هفت شوي من البرد، يعني عشان هيك حطيناها هون. يعني احنا بدناش نفرجيهم الوسخ، يعني هم هم عارفين. يعني يا اخوان انا حطيت هون الجواز وحطيت الفحول الجديده مع الطواير اللي نزعتهم عليها. طبعا هي مسود المكابي، هي الطبشيري، هي اليهودي الازرق، هي البلوني، وهي البلوني الثانيه. طبعا يا اخوان هسه ان شاء الله راح اطلعهم قدامكم باذن الله، وراح نكشهم مع الحمام. حتى الحمام واقفه بردان على الرفصه. يا اخوان اليوم كان شويه رشرش مطر، ويعني خير. هسه ان شاء الله راح اطلع مي الشخشلي الاصفر، شايفينه برضو ما ذكرناها، حنطلعهم ان شاء الله وراح نكشهم قدامكم باذن الله. خليكم معنا. الله راح نطلع عبيده، بالله افتح الباب وطلع لي اياهم كلهم شوي، برضو يتنشروا شوي، يعني الجداد والجواز كله تطلع انا. طبعا هي طلع، طلع البالونيات يا اخوان، وهي الشخشل اللي جنبهم، هاي مسود المكابي على الارض، وهي اليهودي على الارض. لا اليهودي هذا الزق، هاي اليهودي الثاني. طلع اليهودي. هسه كلهم طلعوا. شايفين يا اخوان؟ هيا يعني احنا بنشر فيهم تنشير على هذا الطبشير يضل على الارض، هسه يطلع. هي يا اخوان هيك الحمامات الجديدة، هاي البالون شايفين كيف؟ فز، وهي اليهودي يعني قاعدين بتنشروا، بدناش احنا نشد عليهم شدة واحدة. يلا اسمع بس، استنى 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 شوي، خليك معي. بديش انا المزهور يفز معهم، خلي على الارض. ايوه هذا المزهور وما يخد طيره، بس انا بديش افززه. يا اخوان هيو كلهم فزوا ما شاء الله، شايفين هاي البالونيات، هاي مسود المكابي، يعني احنا حخليهم على راحتهم. هاي الطباشيري يعني انا ما بدي اشد عليهم بالمره، حتى حرجع لورا اخليهم على راحتهم، على راحتهم على الاخر. هي ما شاء الله، وانا مسود المكابي سحل، والشخشلي الاصفر، هاي البالوني حط، اليهودي حط، هي ضل اللي طايرين يا اخواني الشخشلي ومسود المكابي لسه ما حطوا، الحمام كلها حطت وهم ما حطوا. خليهم براحتهم.
الشيخ شلي قلب على الشمال، سود المكابي قلب على اليمين. خليك خليك خليك، لسه ما حطوا يا اخوان. هيهم شايفينهم؟ طلع طلع ما شاء الله، طلع طلع ما شاء الله يا اخوان، مسود المكابي. هاي الشيخ شلي حطهم فسد هون، هاي مسود المكابي. يا عيني عليك يا عيني، على الارض على الارض. آه ما شاء الله، شالوا بركات، في شي بركات. هاي حط طبعا يا اخوان، هاي الشيخ شلي يعني ما فسد شي بعيد وجمله، لانه هاي اول مره يعني بطلع. ممتاز، شايفين يا اخوان ما شاء الله. اسمع، المسود مكابي رصاص ما شاء الله، والشيخ شلي طلع. هاي الشيخ شلي، هاي اجى. شايفين يا اخوان هاي الطباشيري فات جوا الخشه، يعني الطباشيري ماخذ الخشه كمان. يعني الموضوع يا اخوان انك ما تستعجلش على الطير، شوف كيف؟ يعني انا قديش صار لي جايبهم وطلع قديش طيرتهم، يعني يا دوبك يتوعوا فقط لا غير. هاي البلوني الاول، البالون الثاني هيو غاد، هو والشيخ شلي هيو بجنب بعض. وهي عندكو الطباشيري، ها هي الطباشيري، هي فاجوا الخشية، هي الطباشيري تمام. انا شفت مسود المكابي فات جوا، اتاكد. هيو هيو شايفينه، هيو هاي اليهودي يا اخوان، السادس طير. هيو عصور، شايفين يا اخوان كيف يعني الموضوع طلع ما شاء الله. هيو هيو بلعب، واليهودي قاعد بتنشر براحتنا، يعني كله برحله براحتهم، ولا تغصب الطير يا اخوان. الطير نفسيا والله اذا ارتاح عندك نفسيا انك تعامله معاملة كويسة، الطعميه تشربه تنظف تحته تتركه على راحته، ما تضلك تمسك فيه، ما تضلك مثلا عند مؤاخذة شوي تنقله من هون شوي تنقله من هون، الطير نفسه برتاح عندك على السطح. يعني هاي روح بالاول والاخر هي بترتاح عندك على السطح. يعني شايف كيف البالوني برحله يطلع، حتى اخوان المزهور اللي احنا جايبينه نزقه، يعني انا مش قاصه ولا شيء، هيتاركه لا على راحته، تاركه على راحته. ايوه هاي طلع، شايف كيف ماخذ الطيره، يعني بضل وراها فيش ابدا، يعني برحل بس ترحيل. طبعا يا اخوان الدنيا صارت تشتي، يعني بترشرش قاعده بشكل خفيف. طلع هاي البالوني بطقطق قاعد ورا البوز، وبيت اطلعهم شوي على الرفصه، بس على الرفصه يعني الجداد خليهمش على الارض، خليهم على الرفصه بس يتوعوا بزياده. لا لا بس هو ضل بس الشيخ شلي، انا بدي يطلع فوق لانه هو ورا الطيره هو برمح، شايف كيف بدي يعني شوي ايش ارحلهم بزياده. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين، يعني هي كل واحد بتوقع ورا الطيره تاعته وبرحل يمين شمال. لا لا ايوه لا خلص انسى، باش هسه تفزلنا طيره مقصوصه نقعد نرمح وراها بالشارع. صح بلاش هسه طيره، لانه يا اخوان الطواير في طيره نمرود هذيك المراسليه، يعني بضل ابدا ما شاء الله جنوحها ماضي معنا مقصوصه، تلاقيها على السور صارت بتقع تحت نقعد نطارد وراها. هيا يا اخوان كل الحمام بترحل وبتهوج ومحلها. طيب هسه ما طلع اليهوديات تسوق، مش ممكن عساتنا البرد، لانه حطيناهم بالبرد احنا بالجنون وبرد الجو. يعني احنا قلنا احنا مضرب هواء فظيع، يعني احنا قلنا خلص الجو دفى بدنا شوي نجمعهم. والله وانا بالعاده ما بجمع جواز يعني بوقت زي هيك، انا عشان الناس اللي بتقول لي وين الجواز وين الجواز، فصورت لكم اياها، بس انا يعني صورتها وانا عارف حالي اني مش مجمعها لسه، يعني بس علشانكم حطيت الجواز. طبعا يا اخوان هسه ان شاء الله راح اكملكم ايش راح نعمل بالحمام كمان شوي. هاي المزهور هي قاعد برحل كمان، تابع الفيديو شو راح اعمل هسه بعد ما الحمام قامت وحطت، شو راح اعمل لها، خليك معي. يعني مضى تقريبا يعني ساعة الا 10 دقائق او ساعة الا ربع، انا وانا مخليهم يرحلوا، انا ما حبيت انا اطولكم الفيديو. طبعا يا اخوان انا لما طلعتهم جعانات، يعني الطيور جعانات، ما طعميتهم لانك تطعميهم مصيبة، بدك تخليهم جعانات وتطلع الطوايا اللي انت نازل عملها. هسه راح احبس شو الحمام، راح افرجيكم كيف احبسهم الجداد كمان عشان انت تتحكم فيهم. طبعا هي عبيدة اعطيته العلف تمام، وهي المعلف راح يحبس الحمام. هسه افرجيكم كيف الحمام الجديدة والحمام اللي منكشها، طلعوا كيف. هسه يا اخوان اكبر غلط انك تطلع اشي جديد يكون ماكل او تخليه ماكل فل، لا خليه شوية جوعان، يعني مش شوي كمان، يعني منيح جوعه علشان شو الطير يحبس معك.
او اذا قام وما رضي يحط شو تعمل فيه؟ بس علف شوي مع الحمام بنزل. طلع طلع يا اخوان، طلع طلع ما شاء الله. هاي الحمام الجديدة على اليمين حبست، عارف الخشة تاعتها، مش مشكلة. ايوة هاي البالون طلع من عبويته، استعجل عليه، شايفين كيف؟ اه شايفك استعجلت عليه. هاي البالوني رب طلع، مش مشكلة. هسا بنحبسه، تعال ارجع 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 عشان يحبس، تعال ارجع لانه صفى لحاله على الصور. تعي 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 تعي، ارمي له حبتين على الارض عبيده، ارمي له ارمي له بس حبتين. شايفين يا اخوان؟ طيب افتح له الخش الثانيه. بس بس اه طلع، ايوه لسه بقول لك طلع له طيرته وحطها قدامه. طلع يا اخوان، هيضل البالوني وعبيده لما يجي يسك الباب استعجل عليه، كان واقف على الباب البالوني. الزرقة الزرقة طيرت. أيوة خلاص، زد زدت الطير، افتح له الجن تاعه. شايفين يا اخوان بطقطق قاعد، شاف الطيرة بيد عبيدة مات عليها. هسا يا اخوان احنا كيف بدنا نحبسه؟ هنحبسه بالجن تاعه. شايفين كيف نزع على الارض؟ يعني ما فيش، طبعا بده يلحقك، الطيرة بيدك وتفتح له الجن تاعه. الجن اللي نزعنا فيه الطير على الطيرة. طلعوا يا اخوان، سك 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 سك، دش ياكل دش يشبع عشان يحبس ورا الطيره، يعبوك من الباب. حتى يا اخوان اذا استنى شوي، استنى خل روح له يمين، روح له يمين. يا اخوان بدي افوت البالون الاول، طلعت البالون الثاني. احبس احبس، ايوه شايف كيف؟ يا اخوان مركز بالكاميرا، بدي احبس البالوني الاول، طلعت اثنين. شايفين يا اخوان؟ هاي حبسناهم وكل امورهم طيبه. طلع هاي ما شاء الله، هاي البالونيات زي ما انتم شفتوا، هاي الطباشيري، هاي البالون الاول هون، وهي البالون الثاني قاعد هون كل جنب المزهور. ايوه هون يا اخوان، هون هاي مسود المكابي، وهي اليهودي الازرق. شايفين يا اخوان؟ هاي كلهم حبس، وهي الشيخ شلي. هاي هون، هاي عبيده ماسك لنا المعلف. شايفين يا اخوان؟ طبعا انا زي ما قلت لكم احنا اول شيء بنطلعهم جوعانين، ولكن مش صحي انك تضلك تخلي الطير جوعان. هسه بنحط لهم المعلف، شايفين كيف يا اخوان؟ طلعوا عشان الطير يضلوا بصحته. طلعوا كيف يا اخوان؟ يعني بعد ما كشيناهم، بعد ما كشيناهم وخلصنا وحبسناهم تمام، فاتوا هاي الحمام كلها فاتت ايش اخوان؟ التعميره. لازم انت تحط طيورك يعني عشان مرتب، يعني خلص نسكر عليها. هسه بكره باذن الله نفس الشيء راح نعمل، مش راح يعني نفس زي ما بيحكوا البروتوكول اللي سويناه اليوم مع الحمام، راح تكون بكره الصبح جوعانه، راح نطلعها ونكشها نفس الشيء، بس يعني اكثر من اليوم لفتين ثلاثه زياده، يعني كل يوم عن يوم ازود من اليوم اللي قبله. بعدين بنحط لها بنحبسها زي هيك، ويا اخوان بنطعميها يعني لا تفل الحمام زي ما انتم شايفين المزهور. طلع كيف المزهور يا اخوان؟ لما حطينا الجواز طلع كيف، حتى اكل مش راضي ينزل، يقول تعب شوي من البرد. انا عشان هيك حطيت الجواز هون وكل الحمام هون، لان هون ادفى يعني. طلع يعني انا المزهور اللي حتى الفحل اليهودي برضه نفس الشيء، بس هي قاعد بوكل يعني الحمد لله صحته احسن من المزهور. المزهور شوي تعب، حطيناه هون بالدفى شوي وضبطناه. فيا اخوان هيك ان شاء الله بنكون وصلنا لنهايه المقطع باذن الله. اذا عجبك المقطع حط لنا لايك، واذا مش مشترك بالقناه يا ريت تشترك. ويعطيكم الف الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيكم الف عافيه.